يا جماعة الخير، شوفوا الدلال اللي فيها البقعة السوداء اللي تداولت في التواصل الاجتماعي بأنها تحتوي على مادة سرطانية في كل دلة موجودة. قاعدة نكتشف أن الدلال كلها اللي موجودة عندنا في البيت تحتوي على مادة السوداء، وهي تعتبر مادة سرطانية منتشرة في جميع الأماكن والتواصل الاجتماعي. فأحذروا يا جماعة الخير من هذه الدلال المزخرفة، فيه الألوان الحلوة وبأسعار مغرية الكل يشتريها، وكل بيت في هذه الدلال. فأتمنى إن شاء الله الكل يكتشف هذه العملية، لكن ما يندرى شو اللي قاعد يحصل. والباقي عندكم يا جماعة الخير، الإدلال الأول أفضل من الحالي. تحياتي لكم.